يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع ونقل والتبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت؟ ها؟ يقول ما حكم بيع ونقل أو التبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت؟ أولا البيع لا يجوز، بيع الأعضاء لا يجوز، حرام. وثانيا أخذ الأعضاء من الميت لا يجوز، لأن له حرمة، كسر عظمه ميتا ككسره حيا، ميت له حرمة، فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت. وأما نقل العضو من الصحيح إلى المريض من باب الإسعاف له، هذا إذا كان لا يضر المتبرع وينفع المتبرع له، والمتبرع من أهل التصرف أن يكون بالغا عاقلا، فلا بأس بذلك. نعم.